أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف العاشر في الأسبوع السابع من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، في هذا الأسبوع ستتعرف على مفهوم علامات الوقف وما هي علامات الوقف عند التلاوة. علامات وقف التلاوة: على قارئ القرآن أن يعرف المواضع التي يقف عندها في أثناء تلاوته لما يترتب على ذلك من تمام المعاني القرآنية. وقوف قارئ القرآن على مواضع علامات الوقف يؤدي إلى تمام المعاني. إذن عزيزي الطالب، علم الوقف هو علم تعرف به مواضع الوقف التي تتم عندها المعاني بشكل صحيح. أيضا أنواع وقف التلاوة هو اختياري، اضطراري، واختباري، جائز وغير جائز. الاختيار يكون جائز وغير جائز. جائز مثل التام، الكافي، الحسن، والقوي، القبيح. مفهوم وقف التلاوة هو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يسيرا يتنفس فيه القارئ بنية الاستمرار في التلاوة. وكما قلنا، أنواع التلاوة هي الاضطراري والاختياري والاختباري. الوقف الاضطراري عزيز الطالب هو وقف القارئ على أي كلمة لسبب قاهر مثل العطاس، السعال، انقطاع النفس، والنسيان. وحكمه الجواز على أن يبدأ القارئ بالكلمة التي وقف عليها إن صح الابتداء بها، أو بالكلمة التي قبلها إذا لم يصح الابتداء بها. فإذا وقف القارئ مضطرا على كلمة وما، فعليه أن يرجع إلى كلمة وما التي وقف عليها فيصلها بما بعدها حتى يؤدي المعنى الصحيح. الوقف الاختباري: وقف القارئ على أي كلمة بطلب من المعلم لاختباره وتعليمه كيفية قراءة هذه الكلمة إذا اضطر للوقف عليها. وحكمه الجواز على أن يقرأ القارئ إلى الكلمة الوتر التي وقف عليها فيصلها بما بعدها إن صح ذلك، وإن لم يصح فعليه أن يأتي بما قبلها مما يصح الابتداء بها، كالوقف على كلمة يومئذ فيكون الوقف عليها بالسكون. الوقف الاختياري هو وقف القارئ باختيار ومحض إرادته من غير سبب يضطر الوقوف، وهو قسمان: جائز وغير جائز. ويسمر معنا عزيز الطالب في هذا الدرس إن شاء الله كيف يكون جائز وغير جائز. عزيز الطالب، بعد أن تقوم بتلاوة الآية سورة الأعراف عليك بالتعاون مع مجموعة أتلو من سورة الأعراف مطبقا أحكام التلاوة والتجويد، وأطلب إلى أحد أفراد المجموعة تقييم تلاوة الطلاب ومدى التزامهم بعلامات الوقف وأحكامها، ثم تقوم بتدوين عدد الأخطاء ونساعد بعضنا في تصويبها. أيضا عليك بعد ذلك تقوم بننظم تعليمي في الوقف، ما هو ما أقسام الوقف وأنواعه. بعد ذلك تقوم بحل أسئلة الدرس تبين مفهوم وقف التلاوة، عدد أنواع الوقف في القرآن الكريم، أيضا نتاجات التعلم، هل كانت درجة تحقق مفهوم وقف التلاوة عزيز الطالب هو كانت عالية أو متوسطة أو قليلة، وأنواع وقف التلاوة هل كانت عالية أو متوسطة أو قليلة. وبعد ذلك تقوم بالرجوع إلى المصحف الشريف وتتلو سورة الأنعام تلاوة سليمة أيضا مع تطبيق أحكام التلاوة والتجويد والانتباه لأحكام الوقف وعلاماته. وبعد ذلك استخراج الآية من الآيات الكريمة مثالا واحدا على كل علامة من علامات الوقف الموجودة. إذا عزيزي الطالب، مفهوم الوقف هو علم الوقف وعلم تعرف به مواضع الوقف التي تتم عندها المعاني بالشكل الصحيح، وهو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنا يسيرا يتنفس فيه القارئ بنية الاستمرار في التلاوة. وأنواع الوقف هو الاضطراري واختياري واختباري. الاختياري كما قلنا هو جائز وغير جائز. جائز يكون بالتام الكافي وغير والحسن أيضا، وغير جائز مثل يكون القبيح. وعليك أيضا هو تعلمت أيضا الوقف الاضطراري هو وقف القارئ على أي كلمة لسبب قاهر مثل العطاس، السعال، وانقطاع النفس، والنسيان. شاكرة أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.